بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد السباعي، مسؤول الجالية السورية. طبعا اليوم حضرنا بطولة قرعة بطولة الجاليات العاشرة بمكة المكرمة برئاسة الأستاذ علي الصبياني، وبحضور رئيس رابطة مكة المكرمة ومسؤولين منتخبات والجاليات. والحمد لله رب العالمين، سوريا بالمجموعة الثانية لجانب بوركينا فاسو والسودان وأفغانستان. طبعا حنحترم كل الخصوم منتخبات اللي قدامنا، لكن بإذن الله تعالى حيكون منتخب الجالية السورية مستعد من أول لهذه البطولة، بطولة الجاليات، وإن شاء الله حنقدم مستوى بلاعبين صغار السن. حتشوفه منتخب جالية سوري يشرف، يرفع الكرة السورية، تطور الكرة السورية بالآونة الأخيرة الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نحن داخلين هاي السنة كمنافسين وليس كمجرد مشاركة، يعني ننافس بهاي البطولة إن شاء الله. ويعطيكم العافية وشكرا للمقابلة.